بمناسبة مرور 3 سنوات على استشهادهم بعد صمودهم الأسطوري وتخليدا لذكراهم، أقامت محافظة طرطوس وقفة شموع تكريما لأرواح شهداء مشفى الكندي بحلب، وذلك أمام مبنى المحافظة بمشاركة ذوي الشهداء وفعاليات رسمية وأهلية. اليوم هو زمن الوفاء لأرواح ودماء الشهداء لأنهم استشهدوا كرم الوطن وكرم تراب الوطن، فعندما قام زملائهم بتحرير حلب هو وفاء للعهد ووفاء لتلك التضحيات. أقول أن هذه الدماء تزهر دائما النصر، لأن مسيرة هؤلاء الأبطال هي مسيرة التاريخ، هي مسيرة الآباء والأجداد والأبناء. حامية أبطال مشفى الكندي هم نجوم في سماء سوريا إن شاء الله، وهم بإذن الله الخطوة الأولى نحو تحرير سوريا والنصر بإذن الله. عندما نعود إلى ذكرى الشهداء، إلى ذكرى صمودهم، إلى صبر أهلهم وذويهم، نسترجع روحا إيمانيا قويا ودفقا وطنيا مستمرا، وهذه هي حالة الشعب السوري وحالة هذا الوطن الذي تعلمنا من نبينا ومن ديننا أن حب الوطن من الإيمان. وقفنا في هذا اليوم لنخبرهم ويحتفلوا معنا بأن أرواحهم لن تذهب سدى، وبأن دماءهم أزهرت نصرا وريحانا وعبقا وأملا وأقمارا في ربوع الوطن. المشاركون أشعلوا شمعة فخر وعز تخليدا لذكرى أبطال حامية مشفى الكندي ولجميع شهداء الوطن، والذين بتضحياتهم يسطع نور النصر في كل المحافظات السورية. لأجلكم وحدكم وبكم تكبر الحروف وتنحني وتحتار كيف تصفكم، فهيهات وكيف لها أن تصف الشهداء أكرم من في الدنيا وأكرم من بني البشر. أنا زوجة الشهيد اللواء حسن مرشد علي وأم الشهيد الملازم أول حيدر علي. ملون مبروك إلكن يا جيش. ماما انتي ما جابوا لياك، ما جابوا لياك لأنك انت تراب الوطن يا ماما. أقول لك يا أبو حيدر كمان لا تزعل، هاي حلب انتصرت ودمكن ما راح حدر. صمدوا وضحوا واستشرسوا في الدفاع عن أرض وطنهم ليتحقق نصر حلب بدمائهم التي روت تراب الوطن.